زهرة ما نقدها حقها ما طقها زهرة ما نقدها شاكل هم شاكل هم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم شاكل هم شاكل هم يا داعش قدها في الدم يا اللي استقبلت الطلياني مفتينا الشيخ الغرياني 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 سبوه وجابوا الطلياني يا غرياني يا غرياني سبوه وشكر الطلياني يا طلياني يا غرياني سبوك وجابوا الطلياني يا غرياني يا غرياني سبوك وجابوا الطلياني يا غرياني يا غرياني سبوك وشكر الطلياني يا غرياني يا غرياني سبوك وجابوا الطلياني يا غرياني يا غرياني سبوك وشكر الطلياني يا غرياني يا غرياني سبوك وجابوا الطلياني يا توار نوذو هيا فبراير ما زالت حية يا توار هيا فبراير ما زالت حية يا توار نوذو هيا وسيرت مازال شوية يا توار نوذو هيا وسيرت مازال شوية يا توار نوذو هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بلادك زي ما هي بلادي شاركني ما توقف غادي بلادك زي ما هي بلادي شاركني ما توقف غادي بلادك زي ما هي بلادي شاركني ما توقف غادي بلادك زي ما هي بلادي ليبيا 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 لا تحالف لا إخوان ليبيا هي العنوان لا تحالف لا إخوان ليبيا هي العنوان لا تحالف لا إخوان ليبيا هي العنوان أولي أولا قولوا للسراج روح خيرنا أولي أولا قولوا للسراج روح خيرنا أولي أولا قولوا للسويحلي روح خيرنا أولي أولا قولوا للمعيدين روح خيرنا أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عملاء عملاء باعوا دم الشهداء 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 الشورى بن غازي يا ربي ينصر مع الغازي ثوار الشورى بن غازي يا ربي ينصر مع الغازي 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 ربي ينصر مع الغازي الله ينصر خونا وسام الله ينصر خونا وسام
ينصر خونا وسام. عطى حالب والازلام. عطى الكرامه والازلام. عطى الكرامه والازلام. طبرق واش تعد علينا بالطيارة تضرب فينا. طبرق واش تعد علينا بالطيارة تضرب فينا. طبرق واش تعد علينا بالطيارة تضرب فينا. طبرق واش تعد علينا. دم الحفتر واللي معاه. 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 يا الله يا الله. 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 الله أكبر. ثورتنا ثور التكبير. ناصرها ربي القادر. ثورتنا ثور التكبير. ناصرها ربي القادر. ثورتنا ثور التكبير. ما هي ثورة جهالين. 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 ثورتنا ثورة الجبهات. واحنا معاهم في الساحات. الثوار في 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 الجبهات. واحنا معاهم في الساحات. مع الدوار يد بيد. الثورة ما يسرقها حد. 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 مع الدوار يد بيد. مع الدوار يد بيد. قص الضي وقص المية. فبراير ما زالت حية. قص الضي وقص المية. فبراير ما زالت حية. قص الضي وقص المية. فبراير ما زالت حية. قص الضي وقص المية. فبراير حية وقوية. قص الضي قص المية. فبراير حية وقوية. قص الضي قص المية. فبراير حية وقوية. قص الضي قص المية. من أجلك يا ليبيا. شهداء من أجلك يا ليبيا. لا إله إلا الله محضر عدو الله. لا إله إلا الله محضر عدو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن نشطاء ميادين وساحات الثورة نحيي ثوارنا الأشاوس الأبطال الذين قدموا الكثير من أبنائهم الشرفاء للقضاء على التنظيم الغاشم. جزاهم الله عنا وعن ليبيا والإسلام كل خير. وللأسف ما زلنا نسمع من مبعوث الأمم المتحدة بأنه يدعو إلى ضرورة التنسيق مع المجرمين أمثال حفتر الخرف الذي دمر وما زال يدمر ثاني مدن ليبيا ويروع أهلها ويدعي أنه يحارب الإرهاب، وهو من أمن الطريق للدواعش الذين طردهم الثوار الشرفاء من درنة. ويدعي هذا المبعوث أنه يسعى لبسط الأمن والاستقرار داخل ليبيا، وجاءنا بحكومة ادعى أن الليبيين توافقوا عليها وفرضها عليهم يوم 30/3/2016، واستغل في هذا ضعفاء النفوس أمثال عبد الرحمن السواحلي وصالح المخزوم المهزوم وبعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض رؤساء الأحزاب أمثال محمد صوان حزب العدالة والبناء، وفعلوا ما فعلوا
وسارعت حكومة الوفاق المزعوم بتشكيل غرفة مشتركة من مجموعة من الضباط وضباط الصف وأفراد من الجيش القدامى. وقد صرح الناطق الرسمي لهذه الغرفة العميد المدعو محمد الغصري بأن الذي تصدى لتنظيم الدولة الغاشم هم هؤلاء الضباط وضباط الصف والجنود، ونسي قوة الثوار الشرفاء الذين ونسي قوة الثوار الشرفاء الذين يمثلون أكبر قوة لهذه المعركة، وهم وحدهم من بذلوا كل جهودهم لدحر هذا التنظيم الغاشم. والدليل أنهم فقدوا الكثير من زملائهم الشرفاء الأبطال، نحتسبهم عند الله شهداء. لذلك فإننا نحذر ثوارنا الشرفاء أن تسرق جهودهم وتكون مساهمة في إرساء دعائم حكومة لم يتوافق عليها الليبيين، ويكون سببا في القضاء على الثورة المجيدة، ثورة 17 فبراير، ومن ثم القضاء على الثوار الشرفاء. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن، والقول المأثور: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حرر في طرابلس 20 شعبان 1437 هجرية الموافق 27 مايو 2016. حفظ الله ليبيا، حفظ الله ليبيا، حفظ الله ليبيا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ليبيا اشيوا الأسلام، لا ليبيا، 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 ليبيا ليبيا، ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان المتظاهرين اليوم الجمعة 20 من شهر شعبان الموافق 27 من شهر مايو من عام 2016 ميلادية. نحن المتظاهرون بميدان الشهداء بطرابلس قد دأبنا على التظاهر كل جمعة من أجل ليبيا ونصرة لثورة 17 فبراير المباركة بإذن الله، والسعي ببلادنا لتكون دولة حرة موحدة مستقلة، دولة عدل تحقق المساواة بين الليبيين، دولة بناؤها المؤسسات ونهجها الحق وسيادة القانون، دولة تحكم شرع الله الذي سنه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وتفرض الفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتحقق الحرية التي كفلها الإسلام للمسلمين. وبذلك فإننا على يقين ووعي كامل بأنه لا يمكن بناء دولة دون سيادة للقانون، وأنه لن يقود دولة نحو الأمن والاستقرار. ومن تم البناء قادة يتفننون في التحايل على الناس وعلى القوانين والتشريعات، بل ويضربون بعرض الحائط حتى ما اتفقوا ووقعوا عليه بأنفسهم. وإذ نؤكد ونصر على رفضنا التام لاتفاق لا توافق فيه بين الليبيين، ناتج عن حوار تسيده مبعوث الأمم المتحدة لليبيا المدعو ليون وخلفه كوبلر، وفرض فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية ويسلب بلادنا سيادتها ويدفع نحو تكبيلها ونهب ثرواتها وخيراتها. ساعدهما في ذلك بعض العملاء والخونة المبطحين والمهرولين للسخرات، ممن باعوا دينهم ووطنهم وضمائرهم من أجل مصالح شخصية وحزبية وجهوية ضيقة، واتخذوا من أعداء الإسلام أولياء لهم يأتمرون بأمرهم دون مراعاة للتضحيات الجسام
التي قدمت ولا زالت تقدم في سبيل تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير المباركة بإذن الله عليه. فإننا نطالب المحكمة الليبية العليا ضرورة البث سريعا في القضايا المرفوعة من المؤتمر الوطني العام الممثل الشرعي القانوني والدستوري لليبيا، لما في ذلك في وضع حد لفوضى قانونية تهدف لفرض اتفاق لا توافق وتصد السبيل عن حل توافق حقيقي بين الليبيين. كما أننا نبارك انتصارات توار ليبيا البواسل من المجاهدين الأبرار في انتصاراتهم على أعداء الدين والوطن من الدواعش والأزلام، وندعو الله لهم بالنصر المبين ودحر أعدائه أعداء الدين، وأن يحتسب الأموات منهم شهداء في سبيله ويبعثهم في عليين. حفظ الله ليبيا. حرر في طرابلس بتاريخ 20 من شهر شعبان سنة 1437 هجري، الموافق 27 من مايو سنة 2016 ميلادي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. جيبوا دواعش، جيبوا دواعش، جيبوا باقية الأزلام والتاير قاعد، والتاير قاعد، موتوا يفنى في الميدان. جيبوا دواعش، جيبوا دواعش، جيبوا باقية الأزلام والتاير قاعد، والتاير قاعد، موتوا يفنى في الميدان. جيبوا دواعش، جيبوا دواعش، جيبوا حقية الأزلام والتاير قاعد، والتاير قاعد، موتوا يفنى في الميدان. جيبوا دواعش، جيبوا دواعش، جيبوا باقية الأزلام والتاير قاعد، والتاير قاعد، موتوا يفنى في الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. التوار والنشطاء الموجودين الآن في ميدان الشهداء داعمون وبكل قوة لكل الثوار الموجودين الآن في جبهة سرت، وداعمين وبكل قوة لكل الثوار الموجودين والمتمثلين في مجلس الشورى ثوار بنغازي، حياهم الله وسدد خطاهم وثبتهم على الحق ونصرة الحق وإحقاق الحق. رسالتنا 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 لكل الثوار الشرفاء الموجودين الآن في جبهة سرت، عليكم بتوحيد الصف، عليكم بالنظر لمن يريد على من يريد سرقة مجهوداتكم ويريد سرقة انتصاراتكم في جبهة سرت. كل الثوار الموجودين الآن يحاربون باسم شريعة الله عز وجل وثورة 17 فبراير والوفاء لدماء الشهداء. هؤلاء الثوار لا ينتمون إلى ما يسمى بالمجلس الرئاسي ولا أي كيان موجود على الأراضي الليبية. يدافعون عن شريعة الله، يدافعون عن ثورة 17 فبراير. رسالتنا لكل الثوار في جميع أنحاء ليبيا، عليكم بتوحيد الصف، هب الله أكبر، عليكم بتوحيد الصف، عليكم بتوحيد الصف، وهبوا لإنقاذ ثورة 17 فبراير، هذه الثورة المباركة التي ضحى من أجلها خيرة شباب هذا الوطن الغالي. ولن نخضع ولن نركع ولن نتنازل عن هذه الثورة بإذن الله. والله أكبر ولله الحمد. برلمانك بالربيع تقتل غير في الليبيين وتقول أنصار الشريعة، حفظ الرضوع الكرامة برلمانك بالربيع تقتل غير في الليبيين وتقول انصار الشريعه، حفظ منزوع الكرامه برلمانك بالربيع تقتل غير في الليبيين وتقول انصار الشريعه، حفظ منزوع الكرامه برلمانك بالربيع تقتل غير في الليبيين وتقول انصار الشريعه. بعون الله تعالى هذه الجمعه
جمعة دعم الثوار في جميع الجبهات في مصراتة أو في بنغازي أو في درنة. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا بالنصر المؤزر في أسرع وقت ممكن، وبارك الله في كل من حضر هذه المظاهرة، بارك الله في منبر الحق، منبر الثورة والثوار، قناة التناصح، والسلام عليكم.